مضطر حيتاش شحال ما جينا هاد الملعب هذا نتفرجوا في هاد الفريق هذا، وزيدون هاد الوقت هذا اللي شحال ما لعبنا فيه متعرفش نتفرجوا في الفريق تاع طنجة وهما عارفوا. سامي الصراحة الله كنا كاملين كنا متعرفش هاد فتح ديال الملاعب، ودابا حاليا دابا بالنسبة لهاد التذاكر اللي عملوا قلاين عاود بحال كاين شي عرقلة شوية، فهمتي كيفاش؟ النتيجة دابا حنا النتيجة الغرب كتهمنا بأي نتيجة، فهمتي كيفاش؟ في ظل هاد الأزمة مرحلة الفراغ اللي كيعيشها الفريق الغرب بأي نتيجة كيرضي في هاد الساعة هادي. السلام عليكم، حنا اليوم فرحانين كنتواجدوا في الملعب الكبير ديال اتحاد طنجة الكبير، وفرحانين اول مره ماشي اول مره زعما بان يوم نقولوا لنا عاده جديده ندخلوا الملعب. حنا فرحانين بزاف، وديما ارتيو اتحاد في الدم، وكنتمنوا اليوم ثلاثه النقط مهمين جدا جدا، ومبروك لهم قبل ما يربحوا، ومبروك لنا حتى حنايا فريق اتحاد طنجة النسوي كنلعب مع كره القدم، وحنايا فرحانين بزاف، وديما ارتيو ديما اتحاد هو صراحه انا من الداخل، ولكن انا كنشجع دابا فريق اتحاد طنجة لانني كنت تواجد كنلعب معاه في هذه الفرقه بريميرا، وكنتمنى ان شاء الله نضمنوا ان شاء الله نهار 3 بوان ان شاء الله، وشكرا بزاف ليكم. الشعور ديالنا كنا مشتاقين فريق اتحاد طنجة، بيرو فريق د البلاد، وانسان كاين واحد المتنفس صراحه، هذا هو المتنفس الوحيد اللي عند طنجاوه، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفريق يريكوبيري ان شاء الله ويكون فهمتي بحال ايام دمشيخه صراحه، هادشي اللي كاين اخي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.